طيب نطمئن بقى اكتر على الترتيبات الامنيه والرسائل المهمه اللي احنا بنحب دايما نوصلها للجماهير. معانا على التليفون سياده عميد ثروت سويلم، مدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ما زلتوا مجهود عنيف في موضوع التذاكر ده، كان الله في عونكم. والله بس احنا يعني عاوزين ناس تعذر، بس الناس اللي برضو ما قدرناش ان احنا نوفيها حقها انها تاخد تذاكر، لان في الاول وفي الاخر انت كل التذاكر اللي اتطبعت ما يتعداش ال 57 58 الف تذكره، فطبعا عشان ترضي كل جموع الشعب المصري اللي عاوز يتفرج على الماتش عمليه صعبه جدا. بالتالي حضرتك يعني عاوزين بس يلتمسوا العذر للاستاذ مدير الشباب والرياضه، للكابتن انا بوريدا، لمجلس الاداره، لان فعلا كنا نتمنى ان احنا نقدر ندي تذاكر لكل جمهور الكوره في مصر. نتمنى من خلال برنامج الكابتن ابراهيم ان احنا اللي ما قدرش ياخد تذكره هيبقى فيه من الصعوبه انه يدخل الاستاد برج العرب، في ترتيبات امنيه محترمه جدا، اللي هو عادل رشاد مساعد وزير الامن، واللي هو جمال عبداري مدير الامن العام، في تواصل مستمر مع اللي هو عادل تونس مدير امن اسكندريه، لعمل يعني ترتيبات امنيه ما تعوقش الناس او ما تتعبش الناس، ولكن عاوزين تسيير حركه دخول الجماهير لاستاد برج العرب. فتح الابواب الساعه 12 الظهر ان شاء الله باذن الله يوم ايوه الاحد، ايوه هتتقفل الساعه 5. ايوه في مجموعه كبيره جدا وفي ناس كتير جدا يا ابراهيم بتحب برضه تروح بقى بتناكه كده الساعة 5:30 وخمسة وربع وستة إلا ربع. مش مطلوب حضرتك إن ماتش زي كده إنك تروح وبعدين ما تلاقيش ليك مكان وتعمل خناقة. حضرتك مطلوب إنك أنت معاك تذكرتك تروح بدري. انت مستفز، انت مستفز قوي يا عيني، مستفز أنا قوي. ها بكلمك، لا بص يا إبراهيم، أنا بكلمك من واقع عملي، إن أنا ضابط في مديرية أمن القاهرة، حضرت ماتشات كورة كتير جدا من وأنا ملازم بحضر ماتشات كورة في استاد القاهرة. بقول لحضرتك في كتير وفي ناس كتيره بتحاول تعمل كده، النتيجه بتؤدي الى صدام على الابواب الخارجيه، تصادم مع الامن. احنا مش عاوزين كده حضرتك، احنا عاوزين ماتش مهم جدا، المرور منه فوز منتخب مصر خطوه كبيره جدا ان احنا نتاهل لكاس العالم. مطلوب بس حضرتك المستوى الامني والترتيب التنظيمي لمباراه مصر وغانا يساعدك بعد كده لما تيجي تقول احنا عاوزين نرجع الجماهير، ترجع الجماهير، يبقى انت حتى متاح ليك انك تطلب الكلام ده. فانا بقول لحضرتك حابين من خلال برنامجك ان الناس تعرف كلها ان احنا عاملين، يمكن حضرتك شفت التذاكر تقنيه عاليه جدا محترمه جدا، صعب جدا صعبة تتضرب، صعبة تتضرب، لا صعبه جدا يا ابراهيم. طب المفروض انا ما قدرتش اخد تذكره اتفرج على المباراه في بلدي، مكتبي، في، عشان برضو ده ماتش ما هوش ترفيه، ده ماتش صعب جدا محتاج ان كل الجهود تتوافر لدعم منتخب مصر. نعمل كل حاجه والتوفيق عند ربنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايز بسال حضرتك في المسارات، يعني الناس المفروض عشان توصل لكل واحد لمكانه، اللي هيسافروا بقى من القاهره يروحوا برج العرب، النصائح بقى اللي حضرتك هتوجهها لهم، يمشوا امتى، الوقت الافضل بالنسبه لهم، مروريا الامور تتم ازاي، علشان برضه يقدر ياخد وقته الكافي يبقى موجود في الاستاد وما حصلناش مشكله ولا ليه علاقه بالتكدس ولا ليه علاقه ان احنا يعني نحتك ببعض. يعني اعتقد حضرتك يا عبد الابراهيم انك شفت التذكره، كل تذكره مكتوب فيها رقم الباب اللي هتدخل منه. ايوه بالتالي انا بقول لحضرتك عن واقع التجارب فعليه، في ناس بتبقى مكتوب على التذكره بتاعتها رقم باب رقم 2 يخش من باب رقم 5، مش المقصود منه حاجه، هو مش اسهل، هو المقصود منه بس ان انا اعمل اللي على مزاجي، مش عاوز ابقى ملتزم. صح. احنا بنقول فرصه يا ابراهيم لجمهور الكوره، نرجع جمهور تاني، نرجع جمهور للمدرج تاني. فبالتالي حضرتك الابواب هتتفتح الساعه 12، الامن اللي الناس كلها متخيله ان هي مش عاوده ترجع الجماهير، اكثر ناس دعم لعوده الجماهير وزاره الداخليه، هتلاقي الامن موجود في استاد برج العرب من الساعه 8 الصبح رغم ان الماتش الساعه 6 مساء. مطلوب حضرتك ان الناس تروح بدري، الناس تروح الساعه 1، في لو قلبت التذكره حضرتك في تعليمات على التذكره، ده بمثابه عقد ما بين اتحاد الكوره وما بين جمهور الكوره، بنقول لك ما تعملش ايه وتعمل ايه، شجع بلدك والكلام ده كله حضرتك. يعني مش عاوز اقول لك مثلا 57 57 مستشفى 57 57 اكثر من 300 طفل ان شاء الله باذن الله هيكونوا موجودين، كل المجلس القومي للمراه، كل الوزارات، يعني وزاره الشباب والرياضه، 5000 شاب بعد المؤتمر الشبابي. يعني انا بقول لحضرتك في حاله
حاله محترمه جدا لتشجيع منتخب مصر. لكن في ناس كتير يا ابراهيم نفسها كانت تاخد تذاكر وما لقتش تذاكر. بنقول في ماتشين جايين تاني الكونغو واوغندا قبل ما نتوصل للمصاف الاخير ان شاء الله. بنتمنى ان احنا نشجع المباراه دي انها تنجح، عشان بعد كده ممكن كان في مثلا تفكير عند الكابتن هاني بوريده ما قعدته مع مستر كوبر الماتش الجاي تلعب في استاد القاهره اللي هو الاستاد اللي ياخد 120 ألف متفرج، وما تبقاش قلقان انك تزود العدد. بس عاوزين نكسب غانا وربنا يوفقنا في غانا وان شاء الله كل خير بعد كده ان شاء الله. التذاكر الشيك دي بقى تكلفتها كانت عاليه، يعني هي دي اللي خلت سعر التذكره عالي ولا ايه بالظبط الموضوع؟ تقدر تقول ان اولا احنا عاملين التذاكر دي مش مطابع خاصه، دي مطابع وزاره الداخليه، والله من احسن مكتوبه عند حضرتك. ما انا بقول لك ليه عبر القناه بتاعت حضرتك. انا قدامي ايه التذاكر؟ انا قدامي على الشاشه انا بعرضها اهو، يعني بعرض شكل التذكره كلها. مكتوب مطابع. ما انا بقول لحضرتك معموله بتقنيات عاليه جدا. ويمكن كان في اصرار من المهندس هاني بوريده ان يكون التذاكر بالتقنيه دي زي دول اوروبا، حرصا على عدم تزويرها. وكنا حريصين ان احنا ننزل التذاكر وتتسوق قبل الماتش بايام كتيره، لانك انت كان يقول لك لو انت سوقتها قبلها بثلاث اربع ايام بتعرضها للتزوير، كده انت مش عارف تدور انك انت عاملها بتقنيه عاليه. فبنقول يعني احنا بنحاول نجتهد ان احنا نعمل حاجه كويسه، ولما بنغلط بنقول احنا غلطنا. لما بنعمل حاجه غلط او تنظيم غلط بنعترف بالكلام ده. لا، وان شاء الله باذن الله تعملوا حاجه حلوه ونسقف لكم يعني ان شاء الله باذن الله. طيب ان شاء الله. عندي سؤال بقى، يعني سمعت انه في ناس كتيره جدا جدا من الوزراء هيبقوا حاضرين، نقدر نحصر مع حضرتك كده كم وزير هيبقى موجود وكم من الشخصيات الرسميه هيبقى موجود؟ موجود 8 وزراء موجودين. 8 وزراء موجود. طبعا المنطقه الرئيس طبعا موجود، وزير الشباب والرياضه موجود، المحترم الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط موجود، وزير الاستثمار موجود، وزير الاستثمار موجود، وزير طبعا احمد زكي بدر. اعتقد كان كل الوزراء المنطقه الرئيس كان دعاهم في مجلس الوزراء امبارح يعني في اجتماعهم. تمام. اللي هيكون موجود اقل عدد يعني اللي بعتوا لنا ان هم هيجوا فعلا، واللي كلموني مدير مكاتبهم ان هم جايين. ان شاء الله يكون 10 وزراء تقريبا. مش عاوز لحضرتك بقى الشخصيات العامه. السيد رئيس الوزراء جاي ولا مش هيبقى موجود؟ اعتقد هو كان اتكلم مع المهندس خالد عزيز وقال ان هو جاي. طب كويس. بس طبعا يعني برضه خلي حضرتك يعني ما اعتقدش انه هيجي. لكن ان شاء الله باذن الله في شخصيات عامه كتير جايه. كل رؤساء اتحاد الكوره السابقين كلهم، استاذ جمال علام جاي، كابتن سمير زاهر جاي، كابتن لؤي حرب الدهشوري. بقول لحضرتك يعني وجهتوا انتوا وجهتوا دعوات لشخصيات رياضيه بعينها، انتوا بعتوا للاستاذ جمال علام، وبعتوا للكابتن سمير زاهر، وبعتوا لكابتن محمود الخطيب، مظبوط كده ولا انا غلطان؟ كابتن حسن شحاته كابتن لؤي حرب الدهشوري. كابتن احمد حسن كلمني وراح النهارده المعسكر في منتخب مصر في اسكندريه. كويس. بقول لك كابتن ابراهيم في حاله، الناس حاسه ان ربنا وفقنا في الماتش ده. يا رب. في خطوه كبيره ان شاء الله نحقق كاس العالم باذن الله. يا مسهل الحال يا رب، ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. سياده العميد انا بشكرك شكرا جزيلا.